مساكم بخير. اليوم ان شاء الله عندنا قصه يا اخوان. بعدين ترى احنا علينا سحابه طيبه ما شاء الله من اليوم، هي بروق ورعود، فاحتمال نجي ونفصلها. وترى من اليوم كنا جالسين ونتاملها مستنسين، يعني لين قرر اخوي انه يشارك، فاحنا في صمت طالع فيها شوي وقال هذا عارض ممطرنا. احنا نطالع فيها استغفر الله. صفطنا فرشه، قلت اكتب لي لا تجي هاو شيء عشان ما الطمك، خرب الجلسه يعني. وخالي يقول بالله علمهم كيف اغرقهم الله في المطر. قلت بعلمهم يا خالي. بقول لك طبعا قصتنا ما لها علاقه بالريح والمطر، يعني عشان ما يكون في لبس عندكم، يعني الله يكفينا الشر. يعني في سنه من السنين بعد ما انتهى الحج، بدوا الشباب يقوموا يتلفتون يدورون عبد الله بن معمر القيسي، لان عبد الله بن معمر يجيهم دايم، وعقب ما يخلص الحج ينادي الشباب ذول يقول يلا تعالوا، ويعطيهم فلوس مهر، كل اللي يعطيه فلوس مهر عشان يروح يتزوج البنت اللي هو يبيها. وكانوا يتجمعون الشباب عنده يصفون، وغلامه يلا يا ولد هيا نصف منه، يا يصفهم غلامه منا، وكل ما جاء واحد اعطاه قيمه المهر حق حرمته وراح يتزوج. فهو كان يسوي العمل ذا لوجه الله، يزوج الشباب يعني. فكان الشباب يصفون عنده ويقول يلا انت وين عمك ابو البنت، يقول هذا هو، يقول يلا ها هذا مهارها يلا. واللي بعده يجي واحد يقول يا ولد انا شايفك العام، انا مزوجك العام. قال اي والله بس يعني البنت ما طلعت جميله يعني وطلقتها. قال حبيبي انا معطي البنت فلوس من وراك عشان تقبلك وانت مطلق ما فيه. قال عبد الله تكفى، قال خلاص هذا نص مهر واعطيك السنه الجايه نص يعني. قال عبد الله اخذ بنت الناس اجل يا عبد الله، ما منطق. قال خلاص دبرها بعدين يلا توكل على الله. ويجي شايب بعدها، فقال عبد الله ما شاء الله وين ولدك عم؟ قال لا والله انا اللي بتزوج اول زواجه لي ذي. قال اول زواجه ما تحس انك استعجلت يعني، انت ودك تفكر يعني الزواج مسؤوليه ما انت عارف يعني. فقال الشايب لا والله بتزوج يعني، ودي الواحد يعني ودي ابدا حياته. قال عبد الله اسمع النقطه دي انا ما ادري والله، انا ما اضمنها لك ابدا حياتي، دبسني في شيء انا ما قلته، انا ازوجك يعني وانت بركه ان شاء الله فيك. وين زوجتك؟ قال هذه. قال اعطوها مهر، عطها يا غلام فلوس زياده، هذه بدلات. فزوجهم عبد الله القيسي كلهم يعني، والحبيبه مستانسين وراحوا يضحكون يعني. فالتفت عبد الله على غلامه وقال يلا شيل اغراضنا يلا مشينا، نبي نروح الحين مره المدينه نصلي في مسجد الرسول ونكمل من ورانا. قالوا غلام يلا، هم يشيلون اغراضهم يروحون، الشايب مستانس يعدي بجنبهم يعني اني نشيط، هم يروحون لين وصلوا المدينه. فوصل عبد الله القيسي وغلامه للمدينه اخر الليل. فدخل عبد الله القيسي المسجد النبوي يبي يصلي ويتسن قبل الفجر. فيوم جاء بيكبر اللي يسمع الرجال يبكي، هو يوقف عبد الله ويتلفت، الرجال يبكي وينوح ويصيح العلم، وش هو يتقدم وشوف الرجال جالس معطيه مظهره، ويجي عبد الله القيسي لين جلس وراه، المسجد فاضي ما في لهم. فكان عبد الله القيسي جالس وراه ويشوف، والرجال كان حاط الراس على الارض وينوح، ثم رفع راسه للسماء وقال أشجاك نوح حمائم السدري، فأهجن منك بلابل الصدري، أمعز نومك ذكرى غانية أهدت إليك وساوس الذكري، في ليلة نام الخلي بها وخلوت بالأحزان والفكر، يا ليلة طالت على دنف يشكو السهاد وقلة الصبر، فالبدر يشهد أنني كلفر مغرا بحب شبيهة البدر، ما كنت أحسبني أهيم بحبها حتى بليت وكنت لا أدري. يوم سمع قصيدة عبد الله القيسي وعبد الله يرجع شوي هو يتكي، درى ان الرجال ذا بلغ فيها الحب مبلغ الموت، يا ويل عن قلبك، ويسمع يبكي ويون. وذاك عقب ما بكى واخذ شوي رفع راسه للسماء مره ثانيه وقال اشجاك من ريا خيال زائر، والليل مسود الذوائب عاكر. وذاك عقب ما بكى واخذ شوي رفع راسه للسماء مره ثانيه وقال اشجاك من ريا خيال زائر، والليل مسود الذوائب عاكر، واغتال مهجتك الهوى برسيسة، واهتاج مقلتك المنام الباكر، ناديت ريا والظلام كأنه يم تلاطم فيه موج زاخر، والبدر يسري في السماء كأنه ملك ترجل والنجوم عساكر، فإذا تعرضت الثريا خلتها كأسا به حبب السلافة دائر، فترى به الجوزاء ترقص بالدجا رقص المحب علاه سكر ظاهر، يا ليل طلت على محب ما له إلا الصباح مساعد ومؤازر، فأجابني متحتف أنفك واعلما أن الهوى لهو الهوان الحاضر. قال عبد الله القيسي الله أكبر الله ينصر دينك. وذاك يلتفت قالوا عليك وجه الله تخليني أجي أضمك تكفى. قال يا ولد أنت من؟ قال تعال. يروح عبد الله القيسي يدس بجنبه، قال أنت سالفاتك وش علمك وش اللي ريمان؟ قال يا أخوي حتى لو بعلمك أنت روعتني، أنت ضيع، أنت مش تبي الحين. هو يجلس بجنب عبد الله القيسي قال ابن الجود انا جاي من مكه
على اساس اني بصلي هنا في المسجد ركعتين وبكمل طريقي. والله لا خليتني اصلي ولا وقطعت قلبي في ريا، وانت ما شاء الله يعني شاب مزيون، وش السالفه وش العلم؟ قال انا بعلمك، انا عتبه الخزرجي. طبعا عاد يوم يوصف عبد الله قيس يقول انه كان شاب وسيم مزيون له دقن، يعني انا ترى لونها مو مكتوبه في الكتاب ان عنده دقن ما ذكرتها والله، بس غصب يعني شيء. فيقول وسيم ومزيون، وجلست اسولف معه فقال انا والله عتبه الخزرجي. طلعت بصلي في مسجد الحزاب، ويوم اني خلصت من الصلاه مو نطلع عند الباب والقى نساء يمشن، يقول والله كان هنا القطار وبينهن وحده. تعرف اللي تعرف امره قيس يوم يقول هي البدر حسناء والنساء كواكب، يقول هي لحالها هي لحالها. يقول وطلعت من النساء وجتني تمشي، يقول اصد انا واسحف اللي هي جايتني تمشي باستحياء المزيونه هذه. وجت تمشي تمشي لين وقفت عنده، هو مستحي وصد عنها وقالت انت عتبه. قال من هو؟ قالت انت عتبه. قال والله الاسم هو غريب علي الصراحه، بس تقريبا انا عتبه سمي. قالت ما تقول في وصل من يريد وصالك، هو تستحي وتروح. يقول اجي بقوم عقبها العظامي ومتشيني ورجليني بلحقها واسمع البنات ينادونها رياء. وجلست. يقول شفني لي اربع ايام طايح في المسجد هنا ابكي. قال عبد الله ما تزوجتها البنت، وقفت عند راسك تقول من يريد وصالك وانت قاعد انت تبكي هنا. قال عبد الله ما معي فلوس، ما معي ابيع كليتي يا عبد الله، ما معي شيء. قال بس انت هدفك فلوس يعني، بس الرادع فلوس؟ قال ايه. قال ترى شنو بيهم على الرجال ما اخذتها، قم قم. قال وين نروح؟ قال من ندورهم في الحاره اللي بجنب مسجد الاحزاب. يمشي هو يروح عتبه وعبد الله القيس يمشون لين وصلوا حاره مسجد الاحزاب. قال عتبه هذا اللي بنات، هذا اللي هم يجون هم يحدون بنات، يجون يا بنات يا لا تخاف ان يهدن. قال ريا وين؟ قالوا ريا سافرت. قال عتبه معلش وين ريا؟ قالوا سافرت. قال طيب متى بترجع؟ قالوا مي براجعة. قال كيف مي براجعة؟ قالوا مي براجعة خلاص شدوا هم وهلهم. قالوا من راحوا؟ قالوا راحوا للعراق في السماوة هناك، شدوا في العراق خلاص. وين؟ عتبه ياخذ شوية تبسم وهي رجع ويجلس. قال خليلي إني قد غشيت من البكا، فهل عند غيري مقلة أستعيرها؟ هو طالع في عبد الله. قال عبد الله والله أنك ما قصرت، والله العظيم أنك تجملت، ولكن أنا هذه الحياة. لا عبد الله يشيل الأغراض، يشيل يحطها على البير. طالع في عتبة. قال وين؟ قال العراق. يلا حج عجي ويربط بعيره عبد الله، يشد يحط أغراض يلف. عتبه يطالع في عبد الله، قال يا عبد الله رحت العراق خلاص، والله انك ما قصرت معي في ذمتي ولكن مشقه. عبد الله يربط. قال اسمع اذا ما انت ماخذها انت عتبه باخذها انا. قال له عتبه شايل الغلام، شايل الغلام وحطه فوق البعير. قال يلا يلا مشينا. يوم ركب على البعير قالوا هي وش اسمها؟ قالوا ريا بنت الغطريف. قال حلو. عبد الله قيس يرجع لها العتبه. قال ماني خاوينا العراق راح نخطب العتبه. قالوا مشقه سفر وتكاليف. قال كل السفريه على حسابي، ركبوا ركب. هم يركبهم طال عمركم يضربون بعيرين رايحين للعراق. راحوا الرجال وصلوا العراق وسألوا عن بيت الغطريف وعلموهم وقلطهم الغطريف يا هلا ومرحبا. يوم جلسوا عنده قال عبد الله القيسي يا الغطريف احنا ما ماكلين منك طعامك ذا اللي تعطينا طلبنا. قال الغطريف اكلوا وابشروا بالخير. قالوا ما انا ماكلين اللي تعطينا. واحد يدق عبد الله منا قال عبد الله خلنا ناكل جاي من السفر وطريق. قال ما انا ماكلين خلاص. قال الغطريف سم مامر. قال احنا الله يسلمك جايين نخطب بنتك ريا ولدنا عتبه. قال الغطريف برك الساعات. الغطريف وجه زين وقبوله زين. قال برك الساعات يا هلا مرحبا، ولكن تعرف انا لازم اشاور بنت واشوف رايها. بغى يهرج عتبه بغى يقول هي موافقه انا داير. سكت عبد الله. قال تفضل شوف انا انتظرك هنا. فدخل الغطريف على بنته وقال يا بنتي في رجال يخطبت اسمه عتبه وش رايت؟ قالت من انبل واطيب واكرم الرجال يا ابوي. هو يتغير وجه ابوها. قال يعني صدق هذا مو باللي يتشبب فيت ويكتب القصائد الغزل فيت قابلت قدام مسجد الاحزاب؟ هو البنت يتغير وجهها وترجع يبد فهمه. قال والله ما تاخذينه، والله ما يقولون العرب اني زوجت بنتي الواحد اني تشبب فيها في القصايد. قالت يا ابوي تكفى تكفى، اذا بتردهم تكفى، ذولي كرام قوم لا تكسرهم يا ابوي، اقل شيء يعني ردهم ردهم برد لطيف يعني يرفض يا ابوي، انا ما بيقول لك شيء والله الامر عندك. قال يعني وش اقول لهم؟ يعني اقول معليش بنتنا تدرس الحين وش اقول لهم؟ قالت يعني ابوي قل عطهم مهر تعجيزي، عجزهم بالمهر يعني خلى المهر يعجزهم ويروحون. قال الغطريف ما يخالف، هو يطلع للرجال قال يا عبد الله احنا موافقين ان شاء الله، بس مهر بنتي غالي مثل بنتي. قال عبد الله اسلم. قال مهر بنتي 1000 مثقال من الذهب. عتبه يدفه. قال وش
ألف مثقال من الذهب، أنت مزوجني كسرة أنت، قال هذا ألف مثقال من الذهب هذا مهر بنتي. عبد الله يسحبه قال تم موافقين. الغطريف يسكت شوي قال ومية ثوب حرير قال تم. قالوا 5000 درهم قال عبد الله تم. قالوا 100 ثوب من أواش المطير قال عبد الله تم. وعتبه يمسك عبد الله قال تكفى عبد الله تكفى تكفى اللي قاعد يصير كثير تكفى عبد الله. قال عبد الله اسكت والله تاخذها والله. قال عبد الله اسلم ها وش باقي شيء. والغطريف اسكت شوي قال عقد مجوهرات. قال عبد الله تم. قالوا 5 أواني مليئة عنبر قال عبد الله تم. قالوا 20 آنية مليئة مسك قال عبد الله تم. الناس تجمعت كلها قال عبد الله باقي شيء. قال لا ما باقي شيء تم خلاص. والناس اللي في الشارع يتجمعون ويدخلون يسلمون على عتبة ويشيلونه ويسلمون على راس عبد الله. والبنات يدخلون البنات يسلمون على ريه ويبركون له ويتصيح. واحد راح للغطريف يا اخي اعتبرني انا من بناتك يا اخي حطني عندك. صار يوم عيد الناس مجمعه فرحانه. وعتبة يطالع في عبد الله بعيونه كلها ماء. قال يا عبد الله انا كيف ارد لك جميلك؟ قال يا عتبة انا قايل لك شنو بدامها بعد الرجال لما اخذتها والله لو زادني لزيد. ويجهزهم عبد الله كلهم بالبحرين ويجهزهم وريه تركب معهم وراجعين للمدينه خلاص تزوجها. وفي الطريق لنا وهم في الطريق للمدينه وقدام لا يصلون المدينه بشوي بدالهم غبار الخيل من يمين ويسار قطعين الطرق اسمعوا بصيت مهر ريه وان عندها ذهب ومجوهرات وحلي وجوب على الصيت. وقف عتبة وطالع في عبد الله. عبد الله يطالع في عتبة وسحبوا سيوفهم الرياجيل ودخلوا عليهم في المعركه. يقول عبد الله القيسي كنت طالع في عتبة كأشد وأعظم الرجال. يقول يقتل يقتل في الرياجيل. يقول وأنا من يمين وعتبة من يسار وكلنا ندافع من دور ريا. يقول يوم بدأ يصفى أخبار المعركة وبدينا نشوف. يقول وأدور عتبة أدور عتبة إحنا منتصرين بس عتبة ما أشوفه. ويقول أشوف عتبة جاي من بعيد يمشي ويقوم ويطيح. يقول وأجي بساعده. قلت ما عليك وأجي بساعده. يوم رفعته إلا الطعنة في صدره. قال لي ريا تكفى ريا عندك. يقول أميلت عتبة وطاح عتبة مات. فضم عبد الله القيسي عتبة وطال على السماء وصاح وعتبة تاه. فسمعت ريا اللي كانت في الهودج ونزلت لين وصلتهم وشافت عتبة مقتول بينهم. فضمت عتبة وقاموا عنها وخلوها هي وياه. ضمت لين غابت الشمس. سمع عبد الله ريا تقول تصبرت لا إني صبرت وإنما أعلل نفسي أنها بك لاحقة. فلو أنصفت روحي لكانت إلى الردى أمامك من دون البرية سابقة. فما أحد بعدي وبعدك منصف خليلا ولا نفس إلى نفس صادقة. فيوم جاء الفجر جيت بقوم ريا بنمشي فلقيت ريا ميتة بجنب عتبة. فأخذناهم ودفناهم تحت شجرة سموها العرب شجرة العروسين. كانت هذه يا أخوان قصة عشق عتبة وريا يعني وفزعت عبد الله القيسي يعني الله لا يحرمها الأجر يعني هو يمكن الفلوس اللي أعطاها الشايب كانت أفضل يعني بس عذرونا.